كذلك يسأل نفس السائل عن إذا كان في يده جبيرة وأراد الوضوء ماذا يفعل؟ إذا أراد أن يتوضأ من في يده جبيرة، أولا يتوضأ وضوء الصلاة، فإذا وصل إلى الموضع يعني مثلا تمضمض وغسل كفيه ثم تمضمض واستنشق 3 مرات ثم غسل وجهه 3 مرات ثم وصل إلى موضع الجبيرة في يد مثلا اليد اليمنى، نعم. إذا وصل إلى موضع الجبيرة في يد اليمنى غسل ما ظهر من اليد، نعم. وما سترته الجبيرة فإنه يمسح عليه بالماء، يمسح جميل. بالماء من جميع الجهات، جميل. من جميع الجهات يمسح، يعني إذا كان الجبيرة هنا يمسح هكذا ويدير على جميع اليد، نعم. يمسح على جميع الجبيرة من جميع الجهات ثم يكمل غسل يده الأخرى ثم يكمل وضوءه، هذا الواجب في حق الجبيرة.